الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده على الاورتيك ديزيزز. احنا في الاول كده عايزين نتكلم ان الاورطه كلينيكالي احنا بنقسمه لسبع اجزاء. بنقسمه للاورتيك رود والاسيندنج اورطه والاسيندنج اورتيك ارش اللي هو الكيرف ما بين الاسيندنج اورطه والاورتيك ارش. وبعد كده الجزء اللي هو بيدي الجريت فيسلز الكاروتيد والساب ليجيوم والبريفاليك ارتري، ثم الاسمس اللي بيحصل دايما عندها الاورتيك كوتيشنز او القطع على طول، ثم الديسيندنج ثوراسيك اورتي والابدومين اورتي. السبعه ديفيجنز دول مهمين علشان انا لما يكون عندي باثولوجي في الاورطه لازم اوصف مكانه فين بالظبط. كمان المانجمنت للديفرنت ديزيز بتختلف according to segment affected. يعني لما يكون عندي aortic dissection في الاسيندنج اورطا اللي هو تايب A مختلف تماما في المانجمنت عن تايب B اللي هو بياخد الارش او الديسيندنج اورطا. كمان الاورتيك انيرز الثريشولد اللي بعمل عنده السيرجري هنلاقيه في الاسيندنج اورطا مختلف في الدايمتر بتاعه عن الارش والديسيندنج اورطا. عشان كده لما نتكلم على الاورطا لازم اقول ان الباثولوجي اللي عندي موجود فين بالظبط، السيجمنت بتاعته الافكتد ايه بالظبط. دول السبع سيجمنت الصوره بتاعتهم. الحاجه الثانيه السايز اوف اورطا انا لازم اكوريليت مع البودي سيرفيس اريا بشكل عام. كل الايكو دايمتر المفروض يكون كوريليتد للبودي سيرفيس اريا. بنشوف كل ريبورتات الايكو دي انا بكتب ال ال في دايمنشن او الاورتيك دايمنشن او ليفت اتريال دايمنشن وحاطط بين قوسين النورمال رينج ما بين 3 و 4 سم مثلا. الحقيقه لا، انا لازم اكتب الدايمتر اللي انا شايفه. والحقيقه المفروض ان انا اكون عارف الايكو اللي بعمله ده البودي سيرفيس اريا بتاعه قد ايه، وده يتذكر في التقرير بتاعي. يعني لما اجي اتكلم على الدايمنشنز لازم تبقى كوركتد اكوردنج بودي سيرفيس اريا اللي انا بذكره في الريبورت بتاعي. ده الايكو ريبورت الصح. لان لما يكون ليفت اتريم 4 سم مثلا في بيشنت طوله 190 سم ده نورمال، لكن لما يكون 4 سم في حد تاني طوله 150 لا ده نورمال، ده الليفت اتريم بتاعه ضيق. فنحاول بقدر الامكان ان احنا في البراكتس بتاعنا نبقى ساينتفك، نحط البودي سيرفيس اريا في الريبورت بتاع الايكو او السي تي او الارتوجرافي مثلا، ونبقى كوركتد الدايمنشن اكوردنج ده. طيب دي النورمال رينج للدايمنشن، هي دايما هي في الميل اكتر من الفيميل، وزي ما قلنا ده كله بيبقى اكوردنج البودي سيرفيس اريا. طيب الاورتيك ديزيز المهمه اهمهم طبعا على الاطلاق الاكيوت اورتيك سيندروم، وديت انا لازم احطها في الديفرنشال دايجنوزس للتشست بين، ودي من الحاجات الامرجنسي اللي بتحتاج رابيد دايجنوز اند رابيد مانجمنت. كمان هنتكلم الاورتيك انيوريزم، هنتكلم على السوديو انيوريزم والانفلاماتوري ديزيز اللي افكتنج الاورطه والجينيتك ديزيز واهمها المورفان. المورفان بيشنتس ليهم مانجمنت الحقيقه مهم جدا، بالذات لما تكون في ميل، بالذات لما تكون في تشايلد بيرينج بيريود. لازم ابقى منتبه ان المورفان بيشنت قليل قوي ان يحصل له اورتيك انيوريزم، اورتيك دايسكشن، اورتيك ميترال برولابس، ميترال ريجيتيشن. فالمورفان بيشنت قليل قوي ان هو يحصل له كارديال افكشن. طيب ثم زي ما اتكلمنا على الاكيوت اورتيك سندروم اللي هي بتشتمل على اربعه امبورتنت ديزيزز او تايتلز. اول حاجه الاورتيك دايسكشن، الانترا ميورال هيماتوما او البنتريتنج ألسر او التروماتيك اورتيك انجري. طيب اكيوت اورتيك سندروم الحقيقه ده لايف ثريتنينج ديزيزز. اي ديزيز من الاربعه دول ده لايف ثريتنينج، وانا او احنا يهمنا جدا ان احنا في شغلنا نبقى منتبهين لده، ونبقى عارفين ان مش كل تشست بين هو ده اسكيميك هارت ديزيز، لان ده للاسف يعني كومن اوف براكتس. كل تشست بين ده اسكيميك هارت ديزيز لحد ما ننفي او نثبت العكس. لا يا جماعه، في حاجات كتير قوي مهمه. في بالمرين بليست، في اورتيك دايسكشن او اكيوت اورتيك سندروم، وفي اسكيميك هارت ديزيز، في تنشن ديموثوركس، في حاجات كتير قوي تعمل اكيوت تشست بين لازم اكون حاططها في بالي وانا بشوف البيشنت علشان اقدر اعالجه كويس. فالاكيوت اورتيك سندروم دول فور كاتيجوري: اورتيك دايسكشن، انترا ميورال هيماتوما، بنتريتنج ألسر، تروماتيك انجري للاورت. طيب الريسك فاكتور هنتكلم اول حاجه على الاورتيك دايسكشن. الريسك فاكتورز دي ده اولهم طبعا الهايبرتنشن، هو كومن في الميل. الميل بيشنت بيحصل في الايدج ميدل ايدج من 40 ل 60،
ممكن الاقي في فاميلي هيستوري الاورتيك دايسكشن في العيله. يعني مثلا البيشنت المرفان لما يكون عنده فاميلي هيستوري الاورتيك دايسكشن ده فيري هاي ريسك بيشنت. فالهايبرتنشن ميل مع الايدج فاميلي هيستوري مع الكونكتيف تيشو ديزيز. في حاجات ليس كومن زي الترنر والبايباس الاورتيك فالف واياتروجينيك زي ما بيحصل معانا ساعات في القسطره بتبقى داخل القسطره احيانا بتعمل اورتيك دايسكشن ممكن يكون ليميتد وممكن يكون اكستندنج ويعمل اكستندنج فلاب. ودايما كومن ده مع الحاجات الانجوريا شويه زي الامبلس كاسيتر. دي كاسيتر هيلبفول قوي في حالات التوتال اوكلوجن او سي تي او لكنها في نفس الوقت انجوريا شويه. فانا لازم اكون باخد الكيرف بتاع القسطره المناسب للسايز بتاع البيشنت ولازم تبقى الموفمنت بتاعتي وانا شغال تبقى فاين موفمنت عشان ما اقدرش اعمل او عشان ما اعملش اورتيك دايسكشن. طيب الاورتيك دايسكشن في حاجتين مهمين قوي. اول حاجه هو السايت بتاعه بيفرق. تاني حاجه الديوريشن بتفرق. يعني لازم الاورتيك دايسكشن وانا ديسكرايب البيشنت بنقطتين مهمين هو فين الاورتيك دايسكشن والديوريشن قد ايه. يعني لو تايب A اورتيك دايسكشن ده الدايسكشن بادئ في الاسيندنج اورت. تايب B مش واخد الاسيندنج اورت. لو اكيوت ده اقل من 14 يوم. لو كرونيك او صار اكيوت من 14 ل 3 شهور. كرونيك اكتر من 3 شهور. فلو عندي اكيوت تايب A اورتيك دايسكشن ده مانجمنت. كرونيك تايب A اورتيك دايسكشن ده مانجمنت. اكيوت تايب B اورتيك دايسكشن ده مانجمنت تاني خالص. فعشان كده اورتيك دايسكشن لازم هقول كلمتين هو اكيوت ولا صار اكيوت ولا كرونيك. ولازم هقول هو اسيندنج تايب A يعني ولا تايب B. اوكي طيب دي الكلاسيفيكيشن تايب A انفولفينج اسيندنج اورتا. تايب B مش انفولفينج اسيندنج اورتا. هي المشكله بقى ان التايب A هو الموست كومن هو المور كومن والتايب A هو معظم الكومبليكيشن بتكون منه. كلينيكال برزنتيشن الحقيقه اهم كلمه في الاورتيك دايسكشن هو الكاركتر اوف تشست بين. كل الانفستيجيشن اللي هنعملها ممكن تبقى شويه مسليدنج ليه انك انت تشوك اورتيك دايسكشن فتعمل سي تي او اورتوجرافي فما انت مش شايف مثلا او سوري يعني تعمل ايكو عادي مش شايف الكلاب فتكسكلود اورتيك دايسكشن. او زي ما احنا كده ساعات بنعمل في الاستقبال تعال البيشنت عن تشيست بين الفالس ده ايكوال باي لاترال اكس راي لا مش وايد قوي لا ده مش اورتيك دايسكشن. هي لا هي ان اهم حاجه في اورتيك دايسكشن الكاركتر اوف بين هو وصفتين موازي حاجتين فيه مميزين. اول حاجه ان ده بيبقى ابرب شارب ستاتنج بين بيكون في التشيست او في الباك. النقطه المهمه ان البيشنت عمره ما حس بالاحساس ده قبل كده عمره ما جاله تشيست بين شبيه بده قبل كده. سكيميك هارت ديزيز ده لو حد خبط في صدره هيجيله تشيست بين شبيه بالسكيميك هارت ديزيز يقول لك عندي طول او عندي عظم صدري بيوجعني. لكن الستابنج تشيست بين بتاع الاورتيك دايسكشن ده مميز جدا عمر البيشنت ما هيحسه. بيبقى ستابنج زي ما قلنا بيبقى الى حد ما لوكالايزد مش زي السكيميك هارت ديزيز. والنقطه المهمه بيبقى اكيوت اونست او ابربت اونست يعني البيشنت بيقول لك انا اكني ضربت رصاصه في صدري انا اكني خدت سكينه في صدري. تشيست بين اوف سكيميك هارت ديزيز الى حد ما جراديوال بيبدا بسيط وبيزيد شويه 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 وسويتنج والكاركتر بتاعته بتزيد بالوقت. لكن الاورتيك دايسكشن هو بيبدا في اقوى نقطه هو بيبدا ات بيك تشيست بين عنيف جدا سنابنج او تيرنج تشيست بين. هو بيقول لك انا حاسس ان في سكينه بتقطع صدري من الشست او من الباك اكوردنج هو واخد الاسيندنج او واخد الديسيندنج. بس دي مش كلاسيفيكيشن اكيوريت قوي يعني مش باك يبقى تقول لي لا ده لازم يكون ديسيندنج او ده شست يبقى لازم اسيندنج. لا 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 ممكن شست يكون ديسيندنج وقت عادي جدا جدا. فهو مش مهم هو شست ولا باك هو الاهم ان هو تيرنج او ستاتنج والمهم ان هو يكون ابرابت اونست. طيب مع الشست بين ده الحاجات الثانيه كلها الكاركتر الموجوده قلنا لو ممكن تكون موجوده ممكن لا حتى هنلاقي مثلا البالسز ديفيسيت ده 30% من البيشنت بس. فمش شرط ان انا بعمل بالس الاقي فيه ديفرنس يبقى نورمال لا خلاص ده بيشنت مش عامل اورتيك دايسكشن. لا ممكن يكون بايسكشن ويكوال بالس في الناحيتين ده 70% من الحالات. تاني حاجه ممكن يكون مع اورتيك ريجيرج ده كومن في الاسيلنج اورتا. الفلاب بتبقى برولابسد في الفالف فبتعمل سكندري اورتيك ريجيرج او ان البيشنت اوريدي عنده اورتيك انيوريزم وده ديسكتنج انيوريزم بيكون عنده اورتيك ريجكشن.
فالاورتيك ريجنج ممكن يكون مهم في الاورتيك دايسكشن. حاجه الرابعه البيشنت ممكن البرزنتيشن يكون بكاردييك تامبونات، وده في الحقيقه ده فيري هاي ريسك بيشنت، لان التامبونات غالبا بيكون نتيجه ليكنج للاورتيك انيوز. البيشنت ده ايمرجنسي، ولو انا فكرت هعمل تابنج لازم اتاكد ان هو مش عنده اورتيك دايسكشن، لان لو عملت كومبليت ايفاكيويشن للفيوجن ده البيشنت هيكولابس، لان التامبونات عامل سبورت شويه للاورطه، ولما اجي ابذل هبذل سمول اماونت عشان بس البلاد بريشر والكونفيوجن يتحسن شويه، ثم هدخل بيه على السيرج على طول. فانا هبذل بس من 50 ل 100 سنتي من البلاد لو هو تامبونات دي، وادخل الجراحه. مش هقول ان هبذله عشان الامرجنسي تعدي، لا، ده البيشنت ده ما يتبذلش. اوكي، الحاجه اللي بعد كده مايكارديال اسكيميا بتحصل نتيجة ان يكون الدايسكشن فلاب واخدة الاوستيوم للكوروناري، وغالبا دي الرايت كوروناري هو اللي بيبقى افكتد بالاورتيك دايسكشن. وعشان كده لما يكون بيشنت عنده انفيرير ام اي، بليز قبل ما كونفيرم ان ده انفيرير ام اي وزود دايسكشن، لا اتاكد هو دايسكشن ولا لا، لان احيان كتيره البيشنت بيجي اورتيك دايسكشن وسكندري مايكارديال انفاركشن، انفيرير مايكارديال انفاركشن. فاحنا محتاجين في كل حالات الانفيرير ام اي، لو انا شكيت شويه مع الهايبرتنشن مع الايدج مع الحاجات دي كلها مع الكاركتر اوف بين اللي قلنا عليه، انا اثبت او انفي هو عنده اورتيك دايسكشن ولا لا. لان هو لو عنده اورتيك دايسكشن وعنده مايكارديال انفاركشن وساعتك اديت له ستيبتوكاينيز او دخلت الاصابع تعمل برايمري، هتموت العيان. فلازم تتاكد ان هو مش اورتيك دايسكشن. بعد المايكارديال اسكيميا والانفيرير ام اي، هارت فيلير نتيجه الاورتيك ريجيريجيتيشن او نتيجه الهارت فيلير من الهايبرتنشن. هو احنا قلنا ان هو كومن في الهايبرتنسيف بيشنت، لو لونج ستاندنج هايبرتنشن ومايكارديال ديبريشن واللي بيتس فانكشن هيبقى جاي بريزنتد بهارت فيلير مع الدايسكشن. بعد كده في بالمونري كومبليكيشن، هي دي مش كومبليكيشن يعني، بيحصل ساعات في موكسز ان بقى ليت بريزنتيشن مع الكرونيك دايسكشن مونك، او يعني مع بيشنت ميس دايجنوز ان البايسكشن بدا يعمل ليكنج على البرونكس، وبدا البيشنت يبقى بريزنت بهيموكسيس. بعد كده في سينكوب، وهنا في ديفرنت كوزز للسينكوب اللي عنده. ممكن سينكوب ديو تو افكشن للسيريبرال فيسلز، الكاروتيد قفل نتيجه البايسكشن فلاب فعملت له اكيوت ستروك والبيشنت جه بسينكوب. ممكن اكيوت اورتيك ريجيرج وبقى البيشنت هايبوتنسيف وجاي بسينكوب. ممكن تامبونات وسينكوب، ممكن تشست بين نفسه والمايكاردال انفاركشن بتعمل السينكوب. في نيورولوجيكال سيمتومز زي الستروك، لو الدايسكشن فلاب افكتنج الكاروتيد، ممكن يكون جاي بسباينال سيمتوم او سباينال كورد سيمتومز او باراكليجيا، لو كان الدايسكشن فلاب واخد السباينال ارتري اللي هو اوريجينيتنج من الابدومينال اورطه قبل الميزنتريك ارتري. ميزنتريك اسكيميا او رينال فيلير. طبعا لو بيشنت البرزنتيشن بتاعه كان فيك، بيشنت جايب سينكوب بعد شويه بدا يدخل في سباينال بارابليجيا، ثم في ميزنتريك سيمتومز ثم رينال فيلير، انت تفكر ان في باثولوجي افكتنج كل الفيسلز دي من فوق لتحت، فماشيين خطوه خطوه ممكن نفكر ان يكون الدايسكشن هو السورس لل بيزار برزنتيشن ده. طيب لما يكون جاي بيشنت باكيوت اورتيك دايسكشن تايب اي اورتيك دايسكشن، هو المورتاليتي فيه عالي قوي، وكل ساعه بتمر المورتاليتي بتزيد 2%. لكن كمان انا اول ما اشوف البيشنت في الاستقبال اقدر اقول ان هل البيشنت ده ات هاي ريسك للمورتاليتي ولا لا. يعني لما يكون ايدج اكتر من 70 سنه هو كومن في الميل، لكن هو مور دينجرس في الفيميل. وعلى فكره هو معظم الكارديولوجي كده، هتلاقي ان اسكيميك هارت ديزيز كومن في الميل، لكنها في الفيميل مور دينجرس. حتى الكاردياك كاس والانترفنشن هتلاقيه طبعا مور كومن في الميل، لكن الفيميل انترفنشن بتلاقيها بتحمل كثير من الكومبليكيشنز. كذلك الدايسكشن البيشنت هو اكتر في الميل، لكن لو الفيميل المورتاليتي اعلى، لو ابربت اونست تشيست بين هو ده البرزنتيشن بتاعه، لو كان جايب هايبوتنشن هو المفروض هو مور كومن في الهايبرتنشن، لكن لو جايب هايبوتنشن معناها ان هو البيشنت ده عنده تامبونات عنده اورتيك ريجيرج بيخليه هايبوتنسيف، فده بيزود الريسك اوف مورتاليتي. لو جاي بكيدني فيلير، لو جاي ببالس ديفيست او لم او لور لم سكيمي ابر او لور يعني، لو كان جاي ب كيو ويف او اس تي ديفيشن معناها انه ميكاردال انفاركشن مع دايسكشن. كل الحاجات دي بتزود الريسك اوف مورتاليتي للعيان اللي جاي باكيد اورتيك دايسكشن.
طيب دي الاند اورجن انفكشن اللي احنا قلناها مع البرزنتيشن. بعد كده انا البيشنت ده هعمل ايه؟ لازم نعرف ان لو جاي لي اكيد اورتيك دايسكشن في الاستقبال لازم سعادتك تجري، لازم تعمل كل حاجه وانت بتجري، ولازم تبقى بتتخانق مع سوري يعني في الكلام، بس ساعتها هتتخانق مع جراحه القلب والصدر، لان انت مش هتسمح ان الوقت يعدي لحد ما اعمل طيب اللاب والسي بي سي يطلع بقى نتيجته عامله ايه، فعشان اشوف مش حاجه اسمها كده. البيشنت ده اول ما بيدخل بنعمل له اللاب، نسحب اللاب ده على طول، وده مش دايجنوستيك خالص زي ما انتم شايفين. معظم اللاب ده علشان يعني يقول الريسك الى اي مدى، ومعظم اللاب ده كتحضير للحالات اللي هتدخل الجراحه، بعمل سي بي سي، سي ار بي، كارديك انزيم، تروبونين، كرياتينين، ليفر فانكشن، وبلاد جازز. ده مش دايجنوستيك خالص، وده انا مش هيوقفني في المانجمنت بتاعي. انا هعمل اللاب عشان يحدد لي الريسك، عشان اعمل بريبريشن للجراحه، او عشان نشوف قد ايه الريسك للبيشنت. طيب الدايجنوزس هما حاجتين، الدايجنوز الاورتيك دايسكشن سواء الايكو او السي تي. الايكو بيت سايد مور ايزي، مش هتنقل العيان من الرعايه تنزله الاشعه المقطعيه، فالعيان يقرسه منك في الطريق. فهو الحقيقه التي اي مهم قوي، ان احنا حتى احنا في شغلنا ان انا ابقى عارف انت مش هتعمل 3 دي تي اي مثلا. انا شخصيا مش هعمل 3 دي تي اي عشان اخد الاكسبيرينس، لكن انا اتليست اعرف احط البروب في العيان واقدر اشوف في دايسكشن ولا لا. داتا سهله باخدها من الابر ليفل، باخد الاسيننج اورتا واشوف الارش والديسيننج اورتا واشوف الفلاب ولا لا. فمن فضلكم انتم ممكن كل حد حتى لو هنا في المستشفى يجي في اوضه الايكو يحضر الايكو، يعرف التي اي الداتا البسيطه ازاي اقدر ادخل البروب، ازاي اقدر اجيب بيه الحاجات الامرجنسي زي الاورتيك دايسكشن. فالتي اي انا بعمله بيت سايد، مش محتاج اني العيان في الهاي ريسك بيشنت، لكن لازم اعمل كومبليت سيديشن للبيشنت، لازم اعمل كنترول البلو بريشر كويس، لان انا بعمل بدخل جروب في بق العيان بيبقى ستريس، سوري البيشنت بيسترين، ضغط بيعلى، هيربشر وانت بتشتغل. فانت لازم تبقى كوشس وانت بتعمل التي اي، ان البيشنت يبقى سيديتد كويس، والبيشنت الهايبر البلو بريشر بتاعه يبقى كنترول عن طريق الاي في انفيوجن بالترايدين او بالنيتروبروسايد. ده التي اي. السي تي هو مور اكيوريت طبعا، والسي تي بقدر منه كمان ان انا اعمل سي تي كوروناري. لو هدخل جراحه اشوف الكوروناري عامله ايه، لان مش هدخل البيشنت وهعمله بقى اسطره في قصه كده، لا خالص. هعمل السي تي او اورتوجرافي واعمل كوروناري في نفس الوقت كجراحه. طبعا ده مور اكيوريت، لكن مشكلته ان هو مش سيف شويه، مش كبروسيدير، هو مش سيف شويه انك بتنقل العيان باسم الاشعه وترجع. فانت لما تيجي تفكر وانت بتقرا كده يقول لك ان التي اي دوت بيت سايد وانت ده اسهل، تقول لا ده العين بيحصل له سترين اكتر، ده السي تي المفروض اسهل للبيشنت. هو اسهل للبيشنت بس مشكلته بس في ان البروسيدير بياخد لونج تايم ولازم ننقل العين لقسم الاشعه. ممكن ام ار اي، ممكن اورتوجرافي، لكن اورتوجرافي دي خلاص ما بقتش تتعمل، هي كانت زمان قبل ما السي تي نستخدمه. وطبعا هي كانت بتحمي الريسك انك اوريدي وانت داخل في اورتيك دايسكشن تدخل فولس هيومن، تزود الانجري، تزود الدايسكشن، فمحدش بقى يعملها. طيب يبقى ده الانفستيجيشن بتاعتنا، قلنا سي تي وتي اي. طبعا الاكس راي الى حد ما بقى اشوف بيها لما الاقي الكالسيوم ساين على الاورطه سواء الاسندنج او الارش او الديسندنج، لما الاقي بلورال افيوجن، لما الاقي ان في دبل كونتور للاسندنج اورطه. يعني بتقول لي خلي بالك ان الاورطه السايز بتاعه شكله كبير شويه، وايد ميدياستاينم، في كالسيوم ساين، في دبل كونتور، ممكن تشوف شويه في الاورطه بسيشن. هي مش دايجنوستيك الحقيقه، لكن هي ممكن تساعدني ان انا احتاج اعمل تي اي او سي تي ولا لا. طيب خلي بالكم ان احنا الايكو العادي اللي بنعمله ترانس ثوراسيك ايكو ده مهم جدا في تشخيص الاسندنج اورطا. يعني هو احنا في الدايجنوز قلت لكم بنعمل ايكو وبنعمل سي تي، بس انا مش قصدي كلمه ايكو تي اي بس، لا تي اي وترانس ثوراسيك. انا جنبي بس للتي اي اس نو دايجنوستيك، لكن طبعا احنا بنعمل قبله ترانس ثوراسيك. ممكن جدا نشوف الفلاب في الاسندنج اورطا، ممكن اشوف في انيوريزم ولا لا، ممكن اشوف في اورتيك ريجيرج ولا لا، افكشن اورتيك فالف ولا لا. فالترانس ثوراسيك والترانس اسفوجيال والسي تي دي الحاجات الدايجنوستيك للاورتيك بايسكشن. انتوا معايا ولا؟ مش
الثعابين ولا الاسلوب مثلا. طيب بعد كده ده الاكس راي، ده التي اي بشوف بيه سايز اورطه من اول انيلس للاورتيك روت للساينتوبلر جانكشن للاسندنج اورطه، بشوف فيه دايسكشن ولا لا. ده تي اي بشوف بيه ديسندنج ثوراسيك اورطه، ودي الفلاب واضحه جدا، وهنلاقي دايما ان الفولس اليومن اكبر من الترو اليومن، وده الفلاب في النص. دايجنوستيك وسهله جدا، اي حد تكنيشن اللي قاعد في السي تي لو بيعمل سي تي بيشوف الدايسكشن، واي حد هيبص على التي اي هيشوف ان ده الدايسكشن. اوكي طيب ده عيان عنده، ده بوريكم بس ريكورد الانفيوجن مع اورت الدايسكشن، ده البيشنت ده فيري هاي ريسك، اجري عشان البيشنت هيربشر وهي ارست. ده الفلاب واضحه جدا هنا، في خلي بالكم المنظر ده قريب شويه من الترانس ثوراسيك، فانت تقدر تعرف ان كمان في الترانس ثوراسيك هشوف المنظر ده في الباراستمنال لونج اكسس فيو، هشوف الفلاب اهيت نلاقيها فلاب في الاسيندنج اورتا، وعندنا هنا الاسيندنج اورتا دايليتد يعني ده دايسكتد اورتيك انيوريزم. دي اللي قلناها في الاول ان انا الايكو بتاعي لازم اقول الدايسكشن بين او الباثولوجي بين، الدايمنشن ايه، بول سيرفيس اريا ازاي بتاعت العيان. طيب ده سي تي برضو، هنا لو خدت بالك هتلاقي ان الفولس اليومن اكبر من الترو اليومن، وده الدايسكشن. المانجمنت ازاي؟ قلنا ان اول ما العين هيجي الدكتور انا يعني وجع رهيب في صدري او في ظهري زي السكينه، وجع مش مستحمله عمري ما حسيته، هتلاقي البيشنت هايبر تنسيف او هايبوتنسيف مع اوبتيك ريجرج ولا لا، بتعمل اي سي جي بتلاقي انفيريور ام اي او بتلاقي نورمال اي سي جي، بتعمل مع الشيست بين ده اجري هات الايكو، بص على الاسندنج اورطا، شفت فلاب او شكيت في فلاب اجري كلم جراحه القلب والصدر، واعمل سي تي او اوبتوجرافي لو انت المانجمنت بتاعك سهل والسي تي جاهز، او اعمل له تي اي في البليس بتاعه، علق له حاجه توقف الضغط شويه زي الترايدين او النيتروبروسايد، وحضر الجراحه ويدخل على طول، لان كل ساعه هيتاخر فيها البيشنت ده المورتاليتي هتزيد جدا جدا. كويس؟ ده المانجمنت التايب اي اكيوت اورتيك بايسكشن. لكن لو كان ده تايب بي اكيوت اورتيك بايسكشن، يعني انا عملت السي تي قال لي ده الفلاب خلي بالك واخده ديسندنج ثوراسيك اورتا، الاسندنج اورتا فري تماما، خلاص البيشنت ده عنده تايب بي اورتيك دايسكشن. طب هل عندي كومبليكيشن؟ هل عندي رينال امبيرمنت يعني دايسكشن واخده رينال ارتري؟ هل البيشنت ده عنده ميزنتريك اوكلوجن، عنده اكيوت ابدومينال بين وساعات الانسان صار مش سامعها كويس عشان بدا يعمل انسان اوبستراكشن؟ هل البيشنت ده عنده اكيوت لور ليمب اسكيميا؟ هل البيشنت ده عنده سباينال اسكيميا وبارابليجيا؟ لا الكومبليكيشن دي مش موجوده حضرتك. طب هل بيحصل ديفولفمنت دروب وهل بيحصل ليكي من دايسكشن؟ لا ما بتحصلش. طيب البيشنت ده ان كومبليكيتد اكيوت تايب بي اورتيك دايسكشن، همانج ازاي؟ ميديكال تريتمنت، ميديكال تريتمنت كنترول بلاد بريشر، كنترول هارت ريت وانالجيسيك. كويس؟ بدات الحاجات دي وحطيت البيشنت في الرعايه وبمونيتور العيان. خلي بالك ده البيشنت بالبين بيرزيستنت، ادخل اعمل سي تي تاني، قال لك خلي بالك ده الفلاب اكستندنج، معنى كده ان العين ده نوت ريسبوندنج للعلاج بتاعك مش هتتفرج عليه، ده البين بيرزيستنت، ده الدايسكشن فلاب بتزيد، لا خلي بالك ده الكلى بدات تقف، ده البيشنت الكلاب بتاعه كان نورمال، الكلاب بتاعه النهارده اربعه، طب بص لي على الرينا الارتري، هل الدوبلكس بتاعه سي تي او اورتوجرافي يبين ان الرينا الارتري كويس ولا بدا يبقى افكتد؟ اه لا بدا يبقى افكتد، اذا ده كومبليكيتد تايب بي اورتيك دايسكشن. خلي بالك ده رجليه بقت وجعاه قوي النهارده، ببص على الباص لقيته مش محسوسه رجليه النهارده، ده عنده اكيوت لور ليمب اسكيميا. ده خلي بالك البيشنت مش قادر يحرك رجليه كويس، ده عنده سباينال اسكيميا. كل دول كومبليكيتد تايب بي اورتيك دايسكشن. لا انا مش هبقى ميديكال تريتمنت هنا، انا هحول العيان ده ان هو يعمل انترفينشن، اوكي؟ طيب اتكلمنا عن ميديكال تريتمنت، بين مانجمنت، كنترول بلاد بريشر وهارت ريت، ولو كومبليكيتد بحوله لانترفينشن. طب الانترفينشن هعمله ازاي؟ انترفينشن لو كان تايب اي اكيوت تايب اي اورتيك دايسكشن بدخله سيرجري، ما ينفعش مش هحط انا جرافت في الاسندنج اورتا. طيب اكيوت تايب اي اورتيك دايسكشن ده الحل بتاعه ايه؟ جراحه. الجراحه فيه ثلاث انواع من الجراحه. يا اما بعمل ريبليسمنت للاسندنج اورتا بتيوب جرافت كويس واسيب الاورتيك باب زي ما هو،
يا اما بعمل ريبليسمنت للاسندنج اورتا والاورتيك فالف لو كان افكتيف وعامل اكيوت اورتيك ريجيتيشن او الفالف نفسه في باثولوجي والعمليه اسمها بنتال اوبريشن اللي هي ريبليسمنت للاسندنج مع الاورتيك فالف. وفي احيان كتير بلاقي اسندنج اورتا ممكن يكون عامل سكندري اورتيك ريجيتيشن نتيجه الدايلاتيشن بس، فبعمل ريبليسمنت للاسندنج اورتا وري امبلانتيشن للفالف نفسه بتاع البيشنت نفسه، ودي عمليه اسمها ديفيد بروسيجر او ديفيد اوبريشن. دول الثلاث جراحات اللي بعملهم في الاكيوت تايب اي اورتيك دايسكشن. لكن لو كان العيان عنده اكيوت تايب بي اورتيك دايسكشن كومبليكيتد زي ما اتفقنا هنعمل ايه؟ هو كومبليكيتد فخلاص مش هقدر استنى على ميديكال تريتمنت، هحوله يعمل انترفنشن. انترفنشن غالبا بعمل له حاجه اسمها تي بار، يعني بعمل بحط تيوب جرافت عن طريق الفيمورال ارتري واعمل بيها كلوجر للدايسكشن فلاب. الاوبريشن دي هي نفس المورتاليتي زي السيرجري، لونج تيرم بيتنس ريت بتاعتها والكومبليكيشن على لونج تيرم زي السيرجري. في احيان بيكون الفلاب موجوده قبل السب كليبيان ريت سب كليبيان ارتري على طول، فلما احط الستنت جراف تعمل اوبستراكشن او تعمل امبيرمنت للفلو في السب كليبيان ارتري. في الحاله دي بعمل جراف باي باس جراف ما بين الكاروتيد او ما بين السب كليبيان والكاروتيد، عشان لما احط الجراف وتقفل السب كليبيان ارتري يبقى اوريدي هو بياخد البلاد سبلاي بتاعه عادي. فبدخل للبيشنت بعمل له جرح سب كليبيكلر واعمل بيه انستموزس للارتري ثم احط التيوب جرافت. اوكي؟ ده المانجمنت للاكيوت تايب اي وتايب بي اورتيك دايسكشن لو كان كومبليكيتد. طب لو كان كرونيك تايب اي اورتيك دايسكشن، العيان ده جه يقول لك يا دكتور انا من اسبوعين جالي وجع شديد جدا في صدري زي السكينه او زي الطاقه، دلوقتي عندي شويه وجع بس مش زي ابدا اللي حصل من اسبوعين. فانت تعمل انفستيجيشن وتشوف الهيستوري كويس ده العيان عنده اكيوت عنده تايب اي اورتيك دايسكشن، لكن السيمتومز بقى لها قد ايه؟ بقى لها اكتر من اسبوعين. بس خلي بالك ما يبقاش عنده شيست بين لاي سبب تاني بقى له اسبوعين وهو جاي النهارده باكيوت تايب اي اورتيك دايسكشن، فتقول ان الشيست بين اللي من اسبوعين ده هو تايب اي اورتيك دايسكشن وده اصاب اكيوت. لا، لازم تتاكد ان البين الكاركتر اللي احنا اتكلمنا عليها دي اللي حصلت من اسبوعين او اكثر من اسبوعين هي دي بتاعت اورتيك دايسكشن، الدايسكشن ده بقى له اكثر من اسبوعين، يعني عنده سايب صاب اكيوت تايب اي اورتيك دايسكشن. في الحاله دي المانجمنت بتاعه بيكون ميديكال تريتمنت زي التايب بي، كنترول بلاد بريشر، كنترول هارت ريت، وبين مانجمنت. ولو كان كومبليكيتد يعني بروجريس او بدا يحصل اورجن افكشن بحوله لسيرجري زي اكيوت تايب اي اورتيك دايسكشن. دي صوره يعني معموله بعد جراحه، ده العيان اللي احنا عملنا له تيوب جرافت، ده الهارت هنا، ده الاسندنج اورتا وده بريكتوفاليك ارتري والكاروتيد والساب كليفيان بعد كده. فاحنا البيشنت اتعمل له ريسكشن للديزيزد سيجمنت للاورتا الاسندنج اورتا اللي هي انكلودنج الدايسكشن فلاب، وحطينا له تيوب جرافت وري انستموز تاني مع الاورتا، ودي العمليه اللي هي الريبليسمنت بالتيوب جرافت. لو كان معاها اورتيك ريبليسمنت قلنا تبقى بنتال، لو كان معاها ري امبلانتيشن للفالف كانت هتبقى ديفيد اوبريشن. طيب الاندوفاسكولار ثيرابي اتكلمنا ان احنا دلوقتي بنعمل التيفار، ولو كان السب كليفن افكتد بنعمل بي انستموزس معاه. طيب لو حصل اورتيك دايسكشن مع بريجننسي، مع بيشنت مثلا مارفان سندروم ما كانتش دايجنوزد او ما خدتش بروبر مانجمنت وبقت بريجننت وجات لك بتايب اي اورتيك دايسكشن، لو كان تايب اي اورتيك دايسكشن في الفيرست والسكند تريمستر حضرتك بتدخل تعمل له سيرجيكال ريبير، تدخله العمليه تعمل ريبير لل دايسكشن سواء عن طريق البنتال او عن طريق الريبليسمنت الاسندنج اورتا او ديفيد، وتعمل مونيتور للبيشنت. لو كان في الثيرد تريمستر بتدخل سيزيريان تولد البيشنت وتفوت العمليات وتعمل لها العمليه على طول بعدها، يعني البروسيدور بيتم في نفس الوقت، مش بندخلها نعمل لها يعني ديليفري ونطلعها وندخلها عمليه ثانيه، لا هي اوريدي دي اكيوت، يعني هتدخل دلوقتي تعمل
الجراحه بتاعه الريبليسمنت الاسندنج اورت. فانا بعمل سيزيريان واعمل على طول البنتال او الريبليسمنت في نفس السيشن. لو كان تايب بي بيبقى ميديكال تريتمنت. طيب في احيان بقى وده احنا كتير بنشوفها يجي لك بيشنت تيبيكال تشست بين، وبعدين لو حد مننا اخصائي او نايم في المستشفى فبيكلم الكونسلت، بص يا دكتور هو بيشنت جاله تيبيكال تشست بين عنده ستابنج كده او تيبيكال تشست بين، هل اي سي جي نورمال كل حاجه نورمال وما فيش حاجه خالص كارديو انزيمز نورمال؟ وساعات كده تقعد تفكر مع نفسك هو الشيست ده حصل ليه، فتقول ايه والله ممكن يكون بيريكارد باكس مش كده كنا نعمل كده، او يعني بلوريزي او اصل جاله برد في صدره ساعات كده. الحقيقه لا، هو ده ممكن يكون اه كده، لكن ممكن كمان يكون عنده انترا ميورال هيماتوما، يعني البيشنت عنده كانت بدايات دايسكشن لكنها مش كومبليت، يعني البيشنت عنده باثولوجي في الاورطه، عنده هيماتوما في الاورطه لكن الاندوثيليوم بتاعه سليم. يعني لما تيجي تعمل تي اي او تعمل ترانسوراسيك مش هتشوف حاجه في اليوم، مش هتشوف دايسكشن فلاب، لكن لما اعمل للبيشنت ده ام ار اي او اعمل له سي تي او اورتوجرافي هشوف ان فيه هيماتوما في الوول والاورس. فده احد اسباب الاكيوت تشست بين. المانجمنت بتاعه طبعا في الاساس بيبقى ميديكال، غير لو كان كومبليكيتد. يعني ايه كومبليكيتد؟ يعني هو سواء طيب ايه، يعني الهيماتوما دي موجوده في الاسندنج اورطا او طيب بي يعني موجوده في الارش او في الديسندنج، انا بعالجه ميديكال تريتمنت كنترول البين الهارت ريت البلاد بريشر. لو كان بدا يحصل بيريكارد افيوجن، بدا يحصل افيوجن معناها ان الهيماتوما دي بدات افكت الاورتيك وول، هيبتدي يحصل ليكنج ويبتدي يحصل رابشر، في ريسك اوف رابشر للاورتيك. فلو حصل بيريكارد افيوجن مع عيان هيماتوما اللي هي اتشخصت بالسي تي او بالام ار اي بيريكارد افيوجن، خلاص ده بقى انديكيشن للسيرجن نعمل له سيرجن زي الدايسكشن بالظبط. او لو كان البيشنت عنده الهيماتوما دي اسوشيتد للارج اورتيك انيولز برضه ده انديكيشن للسيرجري. طيب الحاجه اللي بعد كده بينتريتنج اورتيك ألسر، دي بتبقى كومن في الاولد ايج، دي بتبان جدا بالسي تي او اورتوجرافي، وتبان في احيان بالتي اي او بالترانسوراسيك كمان، لان انا بشوف اليومن بتاع الاورطه وفي ليه او في اسيروما وشايف الألسر فيها. الاكيوت ألسر بتعمل بين شبيه جدا بالدايسكشن، ان هي دايسكشن بس ما اكتملتش، ما عملتش دايسكشن كلاب، هي مجرد ألسر بس. فالاكيوت اورتيك ألسر او بنتريتنج ألسر هي كومن في الاولد ايج، كومن مع الاسيروسكليروزس، احيانا كتير بتحصل برضه ياتروجينيك مع الكاردياك كاس. البيشنت بيجي تشيست بين سيمتومز شبيهه جدا بالاورتيك دايسكشن، بشخصه بالسي تي او اورتوجرافي. المانجمنت بتاعه بيكون ميديكال تريتمنت اللي هو بين ريليف وبلاد بريشر وهارت ريت كنترول. وخلي بالك لو هو تايب اي اورتيك دايسكشن برضه مانجمنت سيرج غير الهيماتوم، يعني الدايسكشن سوري البنتريتنج الانسر بعالجها ازاي؟ اورتيك دايسكشن، هي اورتيك دايسكشن. تايب اي بيبقى سيرجري، تايب اي بيبقى ميديكال لو مش كومبليكيتد. لو بدا يبقى كومبليكيتد برضه تايب بي بيبقى انترفينشن عن طريق التيفر. طيب النوع الرابع اللي كنا هنقوله اللي هو الاكيوت اورتيك انجري، وخلي بالك ساعات ده بيحصل مع البلانت تروما. يعني انت احنا ساعات يجي كونسلتيشن كده من الاورثوبيديك او من الجراحه، انا جات لي عين حادثه في حادثه عربيه وصدره اتخبط في الدكسيون فعايزك تبص عليه، فانت تبص عليه تقول يعني ايه يعني حصل، واحد جاله في حادثه وجاي عظام انا مال انا يعني؟ لا انت مالك، لان هو البيشنت ده اللي اتخبط في صدره في دريكسيون العربيه مع انها بلانت تروما، لكن في احيان ممكن تعمل افالجن للاورت، ممكن تعمل انجري للاورت، ممكن تعمل دايسكشن للاورت. فمن فضلك لما يجي لك عيان تروما ملوش علاقه بيك صحيح هو تبع الاورثوبيديك، لكن مش هتخسر لما تبص عليه بالايكو وتعمل اكزامينيشن كويس لعينه وتشوف العين ده عنده مشكله في الاورطه. اوكي؟ طيب احنا كده خلصنا الاكيوت اورتيك ايه؟ سندروم اللي هم كانوا اربعه، اورتيك دايسكشن من فضلك عيان تشيست بين. انا فعلا بدون مبالغه من ست شهور كان ليا قريب كونسلتنت داين فجاله اكيوت تشيست بين وراح مستشفى جامعي هنا في مصر. فانا رحت ابص عليه طبعا على طول وقتها،
فهو تشستن انا كنت لسه مدي المحاضره قبلها نفس المحاضره دي يعني خبير في الدايسكشن فهو بيقول لي انا عندي تشستن ستابيك تشستن اكيد تشستن عمره ما حس نفس الكاركتر بتاع اوضه الدايسكشن فانا شكيت في اوضه الدايسكشن بس عشان مدي المحاضره وبعدين لقيت المانجمنت بتاعه في المستشفى خلاص بدانا بقى الاسبرين وكلابكس وكليكسان هو انستابل انجينا ونون سبيسيفيك ستي تشينجز وبريبير ان هو بكرة هندخله يعمل كوروناري انجيو فعلا يعني فقلت له بص هو التشخيص الحقيقي انا شايف بس بيكون اورتي ديسكشن ممكن طيب نعمل سي تي او تورنر فدخلنا عملنا سي تي او تورنر طلع عنده اكيو تايب بي اورتي ديسكشن واخد بعد صف ليفن على طول فهو للاسف هو تشخص زي ما احنا كلنا بنعمل تشست بين ستي تشينجز هو هايبر تنشن وعنده ليدي سترين وعنده تشينجز بتاعته هايبر تنشن ده ST depression, the T-wave inversion, the chest pain, the old age 70 سنة ده patient عنده unstable angina قلت له أصلا بكرة والخليل يعني كليكسان ممكن جدا الخليل complicated يعمل leak أو يعمل الأسطرة نفسها ممكن تبقى injurious بالنسبة له تعمل له تزود dissection أو تعمل له rupture الأورطة مثلا وإحنا شخصنا كده فعملنا سي تي لا ده طيب بي اورتيك دايسكشن ميديكال تريتمنت اسبوع مش ريليف دخل عمل تيبار وعمل الباي باس للصف ليفن ارت ان هو كان بادئ عند صف ليفن ارت رابط فانا عايزكم بس تحطوه ان مايند مع الديفرنشال دايجنوز للتشست كده طيب الحاجه اللي بعد كده اورتيك انيوز اورتيك انيوز هو دايجنوز غالبا بالصدفه يعني احنا في الغالب بنشخص الاورتيك انيوز بالصدفه لما يكون عيل بيعمل ايكو او بيعمل اكس راي او بيعمل سي تي لاي سبب فتكتشف ان هذا الاورطه دايركت ده عنده اورطه انيوز ده اسيمتوماتيك لان هو فعلا غالبا الاورطه انيوز ده اسيمتوماتيك طيب هو ده ابنورمال دايلاتيشن للاورطه احنا خدنا الدايمنشن في جدول طبعا هتحفظه ان الجدول ده بتاع الدايمنشن النورمال في العينين لما اجي اعمل ايكو لقيت الاسن الاورطه بالمقاس ده بشوف ده نورمال ولا لا ده نورمال لكن لو لقيت المقاس ده الدايمنشن انا واخدها في الايكو لا في دايلاتيشن للاورطه عن الدايمنشن اللي عندي في الريفرنس والدايمنشن دي زايده 50% من النورمال يعني البيشنت مثلا النورمال بتاعه المفروض يكون 3 سم الدايمنشن هو عنده 4.5 يعني في 50% زياده للدايمنشن ده عند الاورطه يعني بس خلاص انا زي ما قلت لك هكتشفه غالبا بالصدفه وهو عنده اورتيك انيوريزم وهبتدي اشوف سبب الانيوريزم ده ايه الانيوريزم في الغالب بيكون نتيجه هايبرتنشن اورتيك انيوريزم الاسيندنج او ثوراسيك اورتيك انيوريزم موست كومن كوز هو الهايبرتنشن ده غير الابدومينال اورت الابدومينال اورت انيوريزم موست كومن كوز هو سموكينج لينكد جدا للابدومينال انيوريزم خاصه الانترا طيب المقاسات المهمة عندي في الانيوز انا احفظها شوية الثوراسيك 6 سنتي هو الديسندنج ثوراسيك بيعمل جراحة عند 6 سنتي يعني الاسندنج ثوراسيك بيعمل عند 5.5 الابدومينال اورتا عند 5.5 الانفرارينا عند 3 سنتي طيب سوري الانفرارينا الدياجنوز عند 3 سنتي طيب خلي بالك ان انا لما الاقي بعمل ايكو لقيت اسن الاورطة انيوريزم لازم اعمل سي تي اورتوجرافي اعمل اكزامينيشن للانتاير اورطة لان ممكن جدا الانيوريزم ده يكون مالتيبل يعني انا لقيت عنده اسن ثوراسيك اورطة انيوريزم 4.5 سنتي ودايجنوز وبعالجه خلاص على ان هو كده وخلاص انا شخصت العيان لا هو عنده بقى خلي بالك ابدون الاورطة انيوريزم 8 سنتي انت ما انتبهتش ليه انك ما عملتش سي تي اورتوجرافي لان هو في الغالب مالتيبل فانت لما تعمل تشخيص لأورتيك أنيوريزم لازم تعمل سي تي أورتوجرافي عشان نشوف هل هو في أسوشيتد أنيوريزم في الأبدومين ولا لا. طيب الحاجة الثانية إن أنا مع البيشنت اللي عنده أنيوريزم سواء ثوراسيك أو أبدومينال ده كومن مع الهايبرتنشن كومن مع الأولد إيج مع السموكينج مع الريسك فاكتور للأسوشيتد فأنا لازم أعمل سكندري مانجمنت للأسوشيتد سكلروزس. السيمتومز بتاعته تكون إيه؟ رقم واحد اسيمتوماتيك وشخصه بالايكو بلاقي كده بعمل ايكو عشان اي سبب يعني الاقي ان عنده اورتيك انيوريزم في سيمتومز ثانيه لكن الحقيقه بتبقى ليس كومن وبتبقى نادره لما البيشنت يركز فيها بيجي ممكن ينقف نتيجه
كومبريشن للبرونكاس بالانيوس ممكن يجي ب هورسنس اوف فويس نتيجه افكشن للتراكيه او ريكارنت لارنجال نيرف بالانيوس. ممكن ديفيكلت سوالوينج لو عامل بريشر على الاسوفيجس. ممكن يجي ب سابسترنال نون سبيسيفيك هيفنس او تشست بين نتيجه بريشر سيمتومز للانيوس. ممكن يكون جاي ب مايوكارديال انفاركشن او ب ستروك لو حصل ثرومبوزس جوه الانيوس وراحت مع البلد فلو للبرين. الايمج هشخصه ازاي؟ ترانس ثوراسيك لو هو اسندنج وساعات لو ديسندنج لو بتشوفه عن طريق السوبر ستيرنال تشوف القرش او تشوف الديسندنج اورت. وده احنا كلنا نعمله. احنا نعمل ايكو بص على رقبه العيان نشوف القرش والديسندنج اكنك كده بتشوف كواركيتيشن يعني. ممكن جدا تلاقي في انيوس انت تشخصه بالترانس ثوراسيك ايكو. شكيت هعمل سي تي اورتوغرافي. عنده مشكله في الكلى مش عارف ادي صبغه اعمل ام ار اي لان الايفكت بتاع الجادولينيوم ده اقل شويه من الصبغه بتاعه السي تي. ده بيشنت عنده انيوريز باخد الدايمنشن بتاعه. البيشنت اللي تحت على الشمال ده فيه دايسكشن كلهم فيهم دايسكشن اللي فوق ده بس انيوريز ايه انيوريز بي و سي و دي عنده اورتيك دايسكشن. طيب المانجمنت ازاي؟ طيب البيشنت جالي باورتيك انيوريز اول حاجه اشوف السايز بتاعه. السايز لو هو السن 5 ونص او ديسندنج 6 ده انديكيشن ايه؟ سيرجن او كبار في الديسندنج كويس. او لو كان البيشنت الجروس بتاعه لا انا لقيته ان هو 5 سم فعلا او 4.5 سم بعمل له كل سنه متابعه لقيت بعد سنه ده بقى من 4.5 5.2 يعني هو الانيوال انكريز في السايز اكتر من نص سم. برضه ده انديكيشن ليه؟ ان السنه السنه الجايه هيبقى هيعدي 6 او بمعنى صح ان الراب بروجريشن ده معناه ان هو اللايبل اللي يحصل له رابشر. طيب او لو كان سيمتوماتيك ونوت كنترول ميديكال تريتمنت برضه انديكيشن للانترفينشن. يبقى لو كان المقاس 6 سم او 5.5 سم ديسمنت. لو كان البروجريشن اكتر من نص سم او لو كان سيمتوماتيك نوت كنترول ميديكال تريتمنت يبقى هو انديكيشن للانترفينشن. بس قبل ما اعمل انترفينشن العيان ده عنده ريسك فاكتورز عاليه للكورونري هارت ديزيز وكان عنده سايلنت سكيمي. فلو انا هدخل اعمل له سيرجري لاورتيك انيوريز لازم اعمل انفستيجيشن لايه؟ كورونري عن طريق سي تي او كورونري انجي ممكن. لقينا ان هو عنده كورونري هارت ديزيز بعمل كومبايند اعمل له كابيتش واعمل له ريفليسمنت. ما قالوش اعمل له ريفليسمنت او اعمل له بي سي ار. كابيتش وريفليسمنت من فضلكم يعني. الحاجه الثانيه لا هو ما وصلش لسه 5.5 سم وهو مش سيمتوماتيك هو كنترولد او هو اوريدي ديسكفرد اكسيدنتلي والبروجريشن بتاعه لا ما مش سريع اعمل ايه؟ قبل ما اعمل فول اب اعمل ايه؟ لا انفستيجيت كورونري. هو عين عنده انيوز 4.5 سم اشوف هو عنده سكيميك هارت ديزيز ولا لا؟ ان هو عنده ريسك فاكتورز للانيوريزم هي نفس ريسك فاكتورز في هارت ديزيز. اعمل له سي تي اورتوغرافي اعمل له بيرفيوجن ايمج واعمل ايكو اشوف الاورتيك فالف عامل ايه مايترال فالف عامل ايه. لان تخيل ان هو البيشنت لقيت عنده مالتي فيسل وعنده بيرفيوجن ديفكت جامد في التكنيشيم هعمل له كابج وعنده الانيوريزم 4.5 سم اعمل ايه؟ اصلحه يعني هيدخل سيرجري على 4.5 لا هو هيدخل مندي عشان الكابج او الاورتيك وهعمل معاه ايه؟ بالظبط كده. عنده اورتيك فالف ديزيز وعنده انيوريز 4.5 سم 4.5 سم هو لو لوحده مش انديكيشن لكن انا هعمل سيرجن عشان اورتا فهعمل معاها السيرجن الثاني. طيب لقيت لا هو عملت له انفستيجيشن لقيته كويس العيان ما فيش مشكله خالص ولا عنده سكيميك هارت ديزيز انيوريز 4.5 سم مش سيمتوماتيك ومش بروجريس اعمل ايه؟ فول اب. في فول اب كل 6 شهور في فول اب كل سنه كويس؟ كل 6 شهور لو هو المقاس بتاعه 4.5 5.4 سم. ليه؟ لان ده كبير ممكن لو 6 سنه الاقي ان في رابيد بروجريشن او في كومبليكيشن من الانيوريزم ده. يعني عملت ايكو العيان بالصدفه لقيت بيشنت عنده اورتيك انيوريزم 5 سم وما عندوش اسكيميك هارت ديزيز وكنترولد بالميديكال تريتمنت اعمل ايه؟ فول اب كل قد ايه؟ 6 شهور بالايكو او بالسي تي كويس؟ لا هو عنده 3.5 ل 4.4 سم اعمل كل سنه متابعه فعلا. اوكي؟
في المتابعه بقى كومبليكيتد او بقى سيمتوماتيك او بقى رابط للبروجريس او وصل للمقاس بتاعنا، بعمل ايه؟ انفستيجيشن الكورونري، بعمل انترفنشن. سيتي اوكي سبيشال سيتويشن. لو مرفان هنا خلي بالك الدايمنشن مختلفه شويه، احنا قلنا دايمنشن 5.5 و6. في المرفان 5 سنتي، يعني اقل من 5.5 و6. ليه؟ لان المرفان هو برون جدا للكومبليكيشن وبرون للدايسكشن، فالعيان ده مش هسيبه لما يوصل 5.5، مرفان هعمله عند 5 سنتي. وخلي بالك لو مرفان وعنده فاميلي هيستوري اوف الدايسكشن او عنده في التشايلد بيرنج بيريد والست ممكن تبقى بريجننت في اي وقت، هعمل ايه؟ 4.5. مش 4.5 و6، يعني في فرق كبير قوي. ليه؟ ده هاي ريسك بيشن. مع المرفان لازم اشوف فاميلي هيستوري لل اورتيك دايسكشن. طيب لو باي كاسبيد اورتيك فالف 5.5 عادي يعني، لكن لو هو هايبر تنسل يبقى 5 برضه، ده هاي ريسك. لو اورتيك فالف سيرجري او كابج او كده يبقى عند 4.5 سنتي. اتفقنا؟ دي المسافه المهمه اللي احنا بنعرفها. طيب اورتيك ارش انيوز، خلي بالك الاورتيك ارش انيوز مشكلته ان السيرجري بتاعته هاي ريسك جدا. ليه؟ لان الاريا دي اللي طالع منها الصائب ريبك فالك والكاروتيد والصاب كليبيا احيان كثيره بيحصل نيورولوجيكال كومبليكيشن وستروك وغيره. فالسيرجري بعملها عند 5.5 سنتي، لكن هي هاي ريسك سيرجري حقيقي. اتفقنا؟ الديسندنج بعالجه بايه؟ في فالوس ريشولد 5.5 سنتي. بس هو مش بريفيرد في المرفان لانه بيعمل سكندري انيوز عند الـ عند الايدج بتاعت ال. طيب بعد الثوراسيك اورتيك انيوز الابدومينال اورتيك انيوز هو اكتر ده مع الناس الباسكولار، هم اللي بيمانجوا ده اكتر، لكن احنا طبعا لازم نعرفين لانه احيانا كتير بيبقى اسوشيتد مع الثوراسيك اورتيك انيوريز. هو موست كومن كوز السموكينج زي ما قلنا. ولازم عند سن 65 سنه كل الرجاله اللي دخنت حتى لو بقاله 20 سنه بطل تدخين يعمل له ابدومينال الترسان سكرين. ابدومينال الترسان سكرين سنة 65 سنة هو ايفر سموك. طيب هو اسيمبتوماتيك زي الثوراسيك ابدومينال زي الثوراسيك انيوريزم. لو كان البيشنت جاي بسيمبتومز يعني ابدومينال بين او تندرنس، خلي بالك ده معناها ان البيشنت ده امبندنج رابشر. الدايجنوستيك عن طريق الالترا ساوند او عن طريق السي تي او ارتوجرافي. المانجمنت بتاعنا بيكون ايفار او بيكون سيرجري. الايفار بيبقى فيه بس سبيشال سيتويشن ان هي لازم يكون الاورطه مش انجيوليتد مش كالسيفايد، الاكسس بتاعنا فري، اللاندنج زون للجرافت لازم يكون بعيد عن الرينا الارضي. بمعنى ان احنا الانيوس هو غالبا انفرارينال، لازم يكون في اريا ما بين الرينال ارتري وما بين الانيرز اقدر احط فيها الجرافت. لو الاريا دي مش موجوده نارو، يعني لو حطيت الجرافت هيقفل الرينال ارتري، ده مش هينفع يعمل له ايفار، هنعمل له سيرجري. لازم يكون الاكسس بتاعنا فري، ما يبقاش البيشنت عنده بايلاترال سيفير اثيروسكليروزس وابستراكشن للايريك ارتري وهعمل له ايفار. لازم يكون الاورطه نفسه مش انجيوليتد جدا عشان لما احط الجرافت اقدر احطها سيفلي. لو مفيش عندي الشروط دي البيشنت بيكون فور سيرجري. اوكي مع الانترفنشن لازم حريص ان انا ادي ميديكال تريتمنت للاثيروسكليروز، لان البيشنت ده عنده كل الريسك فاكتورز للاثيروسكليروز. لازم اعمل ايمجنج للهارت قبل ما اعمل سيرجري او ايفار. هيجي لك كونسلتيشن كتيره من الباسكولار يقول لك يا دكتور انا عندي بيشنت عنده ابدومينال اورتيك انيوريز داخل يعمل جراحه وعايز اعمل دي اورتيك كونسلتيشن. ده مهم جدا لانه دور حضرتك تعمل ايه؟ اسسمنت للهارت، تعرف هل البيشنت عنده سيستميك هارت ديزيز ولا لا، وهل السيستميك هارت ديزيز ده سيفير ان هو يخلي البيشنت فيري هاي لان هي اوريدي هاي ريسك سيرجري. اي باسكولار سيرجري بالنسبه لنا احنا ككارديولوجي دي هاي ريسك، يعمل كلامبنج للاورطه وفي بلاد لوس كتير،
فالبيشنت ده لازم يكون كارديولوجيكال فري، لازم يكون ما عندوش سيجنيفيكانت اسكيميك هارت ديزيز قبل ما يدخل يعمل السيرجري. طيب احنا كده خلصنا الاورتيك ديزيز. هل عندنا اسئله او بيتا بلوكر، اهم حاجه البيتا بلوكر لان هي بتقلل شير فورس، بتقلل هارت ريت بلاد بريشر مع بعض، فلازم تدي بيتا بلوكر. ممكن تكون ساعات بندي، احنا المفروض بندي انترافينوس بيتا بلوكر زي البيتالول والازمولول والحاجات اللي زي كده، دي قليله شويه ممكن تلاقيها مش موجوده، فكنا ساعات بنستعيد عمليات حتى بندرال انترافينوس بندرال مع الاورال بريشر. في اسئله ثانيه؟ طيب احنا فهمنا الموضوع. هي في محاضرة تانية هنتكلم على الاثيروسكليروسيس. هي محاضرة فيري شورت لان هو موضوع طبعا يعني حلو مش بيحصل يعني في بوست فيسيولوجي، الداتا مش بتتغير كتير، لكن هو بيحصل تغيير في المانجمنت بتاعنا، وبيحصل تغيير في الثريشولد بالميديكيشن، يعني التارجت ال تي ال كان 100 بقى 70 بقى از لو از يو كان كمانجمنت تحت ال 50 كمان، لكن كباثوفيسيولوجي والاندوثيريال انجري والحاجات دي هي الداتا اللي احنا عارفينها ما اتغيرتش. طيب احنا الحقيقه الفيسل وورد طبعا بيتكون من الانتما والميديا والادفانتيشيا، ومشكلتنا كلها في الانتما. هي الانتما دي خلايا مميزه قوي، يعني ده زي اندوكراين، هي السيلز في الانتما دي سكريتنج سيلز، ومش مشكله الاثيروسكليروسيس في الاندوثيريال ديسفانكشن، ومشكله الريسك فاكتورز للاثيروسكليروسيس ان هي كلها بتعمل اندوثيريال ديسفانكشن، وهو ده الكومن باس فيسيولوجي او الكومن باس واي لكل الكارديوفاسكولار ديزيزز. كويس. الادفنتيشيا طبعا بتتغذى بسمول ارتريول كده اسمها بازابازورون عشان تعمل بلاد سبلاي للادفنتيشيا والميديا. اسيوسكليروز ده سبيسيفيك تايب اوف ارتيريوسكليروزس. هي كلمه ارتيريوسكليروزس معناها هاردنينج او لوس اوف الاستيستي للفيسلز، ليها اسباب كتيره من ضمن اسبابها الاثيروسكليروسيس، يعني مش السبب الوحيد للارتيريوسكليروسيس هو الاثيروسكليروسيس، لا الانفلاماتوري ديزيز مثلا او الفاسكولار ديزيز الاسوشيتد بالاوتو ديون ديزيز ده كله ارتيريوسكليروسيس، لكن هو مش اثيروسكليروسيس. احيانا كده تلاقي بيشنت عندها سيستميك لوبس يونج ايج 20 يجيلك ميوكارديال انفاركشن. الميوكارديال انفاركشن هي مش قصه اثيروسكليروسيس، هي قصه اكتر ارتيريوسكليروسيس سكندري للاوتو ميون ديزيز، عشان كده احيانا بيكون المانجمنت كمان مختلف شويه. طيب هو الاثيروسكليروسيس قلنا ان ده جزء من الارتيريوسكليروسيس، هو كرونيك انفلاماتوري كونديشن، واحنا الحقيقه محتاجين نشرح للبيشنت لما يجي لك سكيميك هارت ديزيز سواء هيعمل قسطره او هيعمل كابج هو عامل مانجمنت خلاص للليجنز اللي عنده. فاحيانا البيشنت احنا مش بناخد وقت نقعد نشرح له القصه، فبيفتكر ان هو خلاص هو كده مانج، هو كده طبيعي، رجع قلبه طبيعي خلاص ما فيش اي مشكله عنده. لازم نشرح للبيشنت ان الاثيروسكليروز ده كرونيك انفلاماتوري ديزيز از اون جوينج ديزيز كونتينوس ديزيز، هعالجه طول عمري لايف لونج مانجمنت للريسك فاكتورز بتاعته، وهو لو ما عملش كده هيحصل له ري ستينوزس تاني وري اكلوجن تاني. ولازم اعرف ان انا لما بمانج البيشنت اعمل له ستنت او اعمل له كابج او غيره انا بعالج تمبرري الحدث اللي حاصل دلوقتي، لكن علشان الديزيز نفسه لازم ياخد ميديكال تريتمنت ويعمل كنترول ريسك فاكتور لايف لونج. تمام يا جماعه؟ طيب
الاثيروسكليروز افكتنج في كومن اريا من الباسكولار بيد افكتد بالسكيميك هارت سوري بالاثيروسكليروز يعني هو يوجوالي افكتنج الابدومينال اورتا في الانيورز الكورونريز والكوبليتيال ارتري الانترنال كاروتيد ارتري وسيركل اوفالس في بس ثانيه صعب يحصل فيها اثيروسكليروز يعني ان عمرك مثلا او يعني نادر انا تلاقي عين عنده سينوز في الراديال ارتري مثلا او في البريكيال ارتري محدش جاي لك ده عنده سينوز في الاكسلري ارتري ده بيحصل بس اقل بكتير من الكورونري ارتري ديزيز فهو الاثيروسكليروز افكتنج بريليمينري فيسلز اكتر من فيسلز ثانيه ريسك فاكتورز في حاجات نون موديفايبل ريسك فاكتورز يعني الايدج مثلا محدش يقدر يوقف العمر او ان هو يصغر نفسه الميل الميل الفاميلي هيستوري الجينيتك ابنورماليتي دي كلها ان موديفايبل ريسك فاكتورز للاثيروسكليروز في ريسك فاكتورز ثانيه بوتنشالي كنترولبل زي الهايبرليبيديميا الهايبرتنشن السيجاريت سموكينج الدايابيتس حاجات تقدر اعمل لها كنترول وفي حاجات كنترولبل زي الاوبيزيتي زي تايب اي بيرسوناليتي واحد بيتخانق كل يوم في الشغل يعني هو يقدر جدا يغير ده ان هو تايب اي بيرسوناليتي يتغير واحد اوبيز يقدر يتغير سواء عن طريق الدايت سواء عن طريق السبورتس او سواء عن طريق البرياتريك سيرجري برياتريك سيرجري دلوقتي بقى ليها دور كبير في المانجمنت من الاثيروسكليروز والاسكيميك هارت ديزيز وبقينا من ضمن المانجمنت بتاعنا احنا ككارديولوجي ان البيشنت ده بيجي اوبيز بيشنت عنده مالتيبل ريسك فاكتورز هايبرتنسيف دايابيتيك ديسليبيديميك وعنده اسكيميك هارت ديزيز هقول له انت لازم تخس هيجي لك بعد كام شهر الدكتور انا مش قادر اخس انا مش قادر اكل مش قادر ابطل اكل يعني مش قادر امشي كويس واعمل رياضه ما عنديش وقت للكلام ده تقعد تتفرج عليه قلت له حضرتك روح اعمل عمليه تكميم معده او اعمل باي باس او اعمل حاجات زي كده وانت بقيت من البرايمري اللي بيسبورت السيرجري دي وهي القصه مش قصه شكل هو مش بيعمل سيرجري عشان شكله كذا لا في ناس كتيره لما بتعمل سيرجري برياتك سيرجري ممكن البلاك مش يبقى كنترول تماما والدايبيتس كنترول لو كانوا مايل ويحتاج ما ياخدش ادويه خالص للريسك فاكتورز دي او ان هو يقلل النمبر اوف ميديكيشن اللي بياخدها فالكنترول للاوبيسيتي ده مهم قوي في المانجمنت للاوبيسيتي طيب احنا كان من كام سنه كده كان قال لك الهوموستاسيين ده من الريسك فاكتورز القوي قوي للسكيميك هارت ديزيز ولازم العين لما يجي لك تقيس الهوموستاسيين ليفل ونعمل كوركشن علشان ده بيعمل سكيميك هارت ديزيز لكن الحقيقه الدور ده قل جدا ومبقاش هو واحد من الريسك فاكتورز للسكيميك هارت ديزيز لكن الامبورتنس بتاعته قلت وما بحتاجش ان انا اعمل له ميجرمنت او اعمل له مانجمنت خالص الباثوجينيسيس احنا مشكلتنا كلها بتبقى في الاندوثيليال انجري الاندوثيليال انجري بيحصل نتيجه حاجتين يا اما هيمودايناميك يا اما هايبر كوليسترولمي يعني بيشنت هايبر تنسيف هيعمل انسولين انجري ازاي هيمودايناميك البريشر عالي جوه الارتريس عامل ميكانيكال انجري للاندوثيليوم فعامل اندوثيليال انجري ده ميكانيكال او اللي هو هيمودايناميك طب البيشنت الدايابيتيك هيعمل ازاي عنده هايبر كوليسترولمي ديسليبيديميك هايبر كوليسترولمي كل الريسك فاكتورز دي بتعمل هايبر كوليسترولمية وبتعمل اندوثيليال انجن كلمه انفلاميشن هي الكلمه المهمه في الاثيروسكليروز هو بعد الاندوثيليال انجن يبتدي يحصل كرونيك انفلاميشن زي اي انجري في جسمك اي جسم بيحصل له انجري الريسبونس بتاعه بيكون حتى لو خلطت لبن انت خارج انفلاميشن فالانفلاميشن بيعمل مايجريشن للسموز ماسل سيل من الميديا للانتما اوكي وكمان بيعمل بروليفريشن للسموز ماسل سيل دي فالانتما بيحصل لها ايه تكبر انتما الهايبربليزيا و الانتما الهايبربليزيا دي بيبتدي يحصل فيها اكوموليشن للليبيد وتعمل انفيتيشن للماكروفاج اللي هي بتاخد الليبيد دي وتعمل لها اوكسيديشن بيبقى اوكسيدايزد ال دي ال متكون لي بلاك متكونه من سموز ماسل سيل من اكسترا سيلولار ماتريكس ومن اوكسيدايزد ال دي ال ده الكومبوزيشن للبلاك اوكي احنا خلاص البلاك اتكونت
وباللونج تايم بيحصل فيها ديبوزيشن للكالسيوم وتبقى كالسيفايد بلاك. عندي نوعين من البلاك، والحقيقه دي الحاجات الكلينيكال المهمه. احنا كان في فتره كده جت اسئله كتير قوي بقى يقول لك المانجمنت للفالنربل بلاك، وسؤال غريب في مره جاي يقول لك ايمجينج للبلاك. ايه ايمجينج للبلاك دي؟ مش احنا ايمجينج للبلاك قصدي بقى الايبس وال او سي تي، وانك انت ايه اللي هي الفالنربل بلاك وايه هي ال... الجزئيه دي هي الميديكال مهم كخاصه بينا في الانترفنشن. لازم نعرف ان انت لما تعمل كوروناري انجيو او لما يجي لك عام تشيست بين، مش كل تشيست بين هو علاجه ستنتس او جراحه. في احيان كتيره تدخل تلاقي البيشنت عنده ديفيوز اسكليروزس من فيسلز، فيسلز صغيره جدا ومالت فيسل ديزيز، وتلاقيه الحقيقه بيشتكي من اتريكال تشيست بين. هو البيشنت بيشتكي من اتريكال تشيست بين لاي سبب، وحضرتك دخلت عملت قسطره لقيت عنده مالتي فيسل ديزيز، هو حظه العسر ان العين تحول لجراحه. طب هيعمل جراحه على اتريكال تشيست بين ملوش علاقه اصلا بالكورونري. والحقيقه هو السيرجري او البي سي اي مش انديكيتد ليه. هو امتى يكون انديكيتد ليه؟ انديكيتد ليه في حالتين، ان الليجنز دي عامله له ديكريز للبرفيوجن، او ان الليجن دي اكتف فعامله له ثرومبوزس وعامله له امبيرمنت للفلو ومخليه البيشنت انستيبل انستيبل انجينا او ميكارديك انفاركشن. فبقى هنا الرول بتاع الاوبتيكال او انك انت تشوف الليجن وتاسس بس بعينك كده ما بقاش هو الرول. هو الرول انك انت لازم اولا تعرف الليجنز دي عامله مشكله في الفيوجن ولا لا، والحاجه الثانيه ان الليجنز دي هي اكتف ولا لا. يعني في المراحل الاخيره من الاسوسكلوريس لما بيحصل كالسيفيكيشن والليجن بتبقى بيولوجيكالي مش اكتف وبتبقى ستيبل بلاك ومش عامله ديكريز للبرفيوجن والفلو كويس، ده ما تعملوش اي انترفنشن خالص، ده بيشنت ميديكال تريتمنت. لكن لو كان السيفير اسوسكلوريس ده عامل امبيرمنت للفلو وعامل برفيوجن ديفكت في التكنيشن مثلا، او الليجن دي ممكن تكون 40 او 50 او 70% لكنها اكتف. اكتف يعني الفايبرس كاب بتاعتها ديفيشنت، الكالسيوم ديفيشنت، وفي ثرومبوزس اون توب على البلاك دي مخلي ان الفلو مور امبير. في الحاله دي بتعمل انترفنشن للبلاك علشان تحسن الفلو عشان تمنع الميوكارديال انفاركشن. طيب امتى بيحصل بليتليت اكتيفيشن؟ يعني احنا عندنا لو جبنا الناس اللي ماشيه في الشارع فوق سن 60 كلهم وعملنا لهم كورونري انجيو بالصدفه كده تلاقي كلهم عندهم، معظمهم يعني عنده كورونري ليجنز 20% و30%، وفي ناس عندها 70% وماشيه من غير اي سيمبتومز خالص. امتى بتتحول البلاك دي لاكتف بلاك؟ بتتحول لاكتف بلاك لما تتعرض لستريس، حاجه زي شيل ستريس، ضغط عالي، نيرفس تنشن، هايبر ليبيديميا، كل دي حاجات بتعمل فيشر للكاب، الفايبرس كاب اللي هي بتحمي تحتها ال LDL. اول ما يحصل انجري للفايبرس كاب ويحصل اكسبوجر للليبيد للبلاد فلو تبتدي يحصل اكتيفيشن للبليتلت، وهنا المشكله اللي بتخلي العين يتحول من ستيبل انجينا او من عيان اسيمبتوماتيك اصلا يتحول الى بيشنت عنده انستيبل انجينا او نون سكيني او ميكارديال انفاركشن. ان البليتلت اكتيفيشن دي بيحصل ليها بليتلت اكتيفيشن واجريجيشن، تبتدي تعمل ثرومبس، تبتدي تعمل اوبستراكشن للفلو وتحول البيشنت الى عنده مايوكارديال اسكيميا وعنده انستيبل انجينا. طيب انا لو اشوف البلاك تحت الميكروسكوب ديت الكاركتر بتاعه الاكتيف بلاك اللي هي فيها نيو فاسكولاريزيشن، هيموريدج، فيشر، ألسر، ثرومبوزس، كوليسترول مايكرو امبلاي او انيوريزمال دايليتيشن. ده كله نتيجه الاكتيفيشن لل او الاكتيفيشن للبلاك. السيكل اللي بتحصل نتيجة الاسيروسكليروزيس طبعا مايكارديك انفاركشن، ستروك، اورتيك انيوريزم، ميزنتريك اوكلوجن او بريفرال فاسكولار ديزيز. هذه كلمة مختصرة كده الاسيروسكليروزيس، ارجو ان انتم يعني ما تقعدش عليها. ده ليه علاقة بالتأنيب تيجي ستيمي وبتيجي معاها ستروك؟
ده ليه اسباب كتيره بقى. عندنا الاستيميلي دي معاه ستروك اول حاجه عشان في اكتيفيشن فعلا للكلاكس اوفر ذا بودي. رقم 2 ممكن يكون عنده الكترونز. ممكن رقم 3 يكون دايسكشن. ممكن يكون دايسكشن سيرم الانفيريو اللي هو واقف في الام اي والسيربرال ارك. دي من الاسباب اللي تعمل ستروك و ام اي تناسب. أرجو تكون محاضرة يعني مش دراماتي ومش هنشوف تاني بإذن الله. الدكتور عليا